بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. تجارب المستفيدين من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن بمختلف الأمراض وفوائد صحية مختلفة. إشادة الطبيب الأمريكي الدكتور توماس سيستون، طبيب متخصص في الطب الشمولي بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن مع مرضاه وأصدقائه. أخي، لقد تركت تأثيرا إيجابيا أينما ذهبت في العالم، وأنت تقدم هذا العلم عن الفوائد الصحية الأساسية من الانضمام إلى عادة صحية من شرب الماء النقي الساخن. كل مرضاي وأصدقائي الذين أشاركهم رسالتك بداخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي الفلبين يجدون فوائد بسرعة، ويواصلون شرب الماء الساخن كمشروبات في الاختيار. أنا أخذ الحريات لنسخ الدكتور فارس هذه المناقشة، كما أنه سيكون أيضا حليفا قيما في مساعدتك على تحقيق العافية الكاملة. لكن ما يدافع عنه الدكتور فارس هو شرب الماء الساخن طوال اليوم، وعندما يتعلق الأمر إلى التقليل من عدم الراحة من أحاسيس التطهير، لقد وجدت هذا فعال جدا لمرضاي، بالإضافة إلى التقليل من أثار التطهير وإزالة السموم من أثار الأمراض. علاج الهات أكوا من خلال استهلاك الماء الساخن يحمل فوائد الشفاء الذاتية، والشيء الجيد هو العلاج بالماء الساخن، فإنه لا يكلف أي شيء. الترطيبة وما يكفي منه لطرد السموم من الجسم، ولكن ليس بقدر تدفق الشوارد المفيدة من الجسم. أمر بالغ الأهمية لتصفية الجسم من السموم والحفاظ على العافية. صديقنا العزيز إحدى أعضاء مجلس إدارة My Children's Haven الدكتور فارس الحجري، مشهور عالميا بتدريسه للعلاج بالماء الساخن، سوف تستفيد من إضافة كتابه إلى مكتبتك. نحن نترافع العديد من أشكال العلاج المائي الساخن، وفي بروتوكول تجديد 21 يوما لدينا، جميع مرضانا تلقوا العلاج بالكمدات الساخنة وحمامات الروح الساخنة يوميا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان.